واستكمالا لحفلتنا النهارده، انا بعتبرها حفله في برنامج طاقه ايجابيه، احتفال كبير ان احنا معانا قامات كبيره من خيرة جنود الارض الجيش المصري معانا ومعاكم النهارده اللواء فؤاد فيود. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك واهلا منورنا. بكل شعب مصر الله يخليك. بطل من ابطال المشاة ميكانيكا. ايوه الله يخليكي. يا ريت تحكي لنا على حرب اكتوبر. حرب اكتوبر الحقيقه يعني هي ما بدأتش من يوم 6 أكتوبر، ده بدأت من بعد حرب 67. أما جمال عبد الناصر بعد النكسة استقال وقال أنا بعود إلى صفوف الشعب وبتنازل عن الحكم لأخي وصديقي زكريا محي الدين. اللي رفض مين؟ الشعب المصري رفض تماما إن جمال عبد الناصر يستقيل، وقالوا له لا استنى في مكانك، ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، وما قلنالوش بقى روح انت وربنا حاربوا بقى واحنا هنا هنقعد، لا قلنا له انطلقوا بنا لبناء القوات المسلحة واستيراد الأرض والكرامة، إنا معك مقاتلون، وما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. والحقيقة أنا استمعت لأستاذنا وبطل الصاعقة سيادة اللواء محيي نوح اللي كان قبل مني في اللقاء، اتكلم بقى باستفاضة عن حرب الاستنزاف، ولما نيجي نشوف تواريخ معينة نلاقي ان الحرب دي فيها تواريخ قومية مصر بتحتفل بيها. معركة راس العش يوم 1 يوليا، يعني بعد 20 يوم، ونيجي 9 مارس استشهاد الفريق عبد المنعم رياض يوم 9 مارس في الاسماعيلية لما طلع يشوف نتيجة قصف المدفعية، وطبعا يوم 19 ابريل يعني يوم 40 اخونا وقائدنا اللي قبل مني سياده اللواء محيي نوح كان ضمن المجموعه مع رجائي عطيه ومع ابراهيم الرفاعي، هاجموا النقطه اللي طلع منها الدانه دي وقتلوا 44 واحد ونسفوا لكل موجودات النقطه ورفعوا العلم ورجعوا، وجم ادوا التحيه وقالوا احنا جبنا طارك يوم الاربعين بتاع يوم الاربعين. طيب يوم 21 اكتوبر برضو ده عيد القوات البحريه. طب 30 يونيو بقى ده عيد قوات الدفاع الجوي. ليه عيد قوات الدفاع الجوي ده؟ لأن حرب الاستنزاف استمرت فترة طويلة، وكانت إسرائيل بتهددنا بزراعها الطويلة اللي هي الفانتوم بتضرب عمق مصر. أما بتضرب عمق مصر إحنا قطعنا لهم دراعهم دول، وأسبوع تساقط الفانتوم اللي انتهى يوم 30 يونيو 1970، تساقط بيسموه في إسرائيل أسبوع تساقط الفانتوم. تساقط ازاي يا ست؟ بالصواريخ بالكمائن. قعدتوا اسبوع 18 طياره فراحوا قال لك بس هنقبل وقف اطلاق النار. ما هو طب ما القرار 242 ما هو طالع من يوم 67 من ولا يحترم وقف اطلاق النار. يقول لك لا مش هننسحب. هو القرار بيقول ايه؟ الانسحاب من الاراضي، لا يجوز احتلال اراضي الغير بالقوه ويجب الانسحاب من الاراضي اللي احتلوها. يقول لك لا مش من الاراضي، ده من اراضي اللي على مزاجنا. لا ده انتوا بقى هتدفعوا الثمن، كل يوم تقعدوا لازم هتدفعوا الثمن غالي. فلما ايديهم اتقطعت اللي هم كانوا بيضربوا بيها عمق مصر، الله، اما ضربونا نجا حمادي سبناهم، ما الصاعقه البحريه راحت هاجمت ميناء ايلات ومرتين ودمروا بيت شيفع وبيت يم ونسفوا الرصيف البحري. يعني انت هتجيلي في العمق انا هروح لك في العمق وهدمرك برضه. موشى ديان كان بيقول ايه؟ احنا مستنين المصريين يجوا يوقعوا وثيقة الاستسلام وعنواننا معروف ما يتوهش 31 شارع الكوابل القدس. الله ده مقر وزارة الدفاع. فضل يستنى كتير لغاية ما مات بحصرته بعد 73. لان الشعب المصري مش ده شعب حضارة وشعب عراقة، ما ينفعش ان. وبعدين احنا الحقيقة كان في اعداد ايه؟ اعداد عسكري واعداد اقتصادي واعداد اجتماعي واعداد معنوي. احنا في الاعتاد المعنوي الشيخ عبد الحليم محمود جنة وقال لنا انتوا ولاد بلد عظيمة جدا، بلد ربنا خلدها في القرآن الكريم، ذكرت في ايات صريحة، 5 ايات صريحة. اما اليهود بيقولوا دولنا ربنا كان مما تنبت الارض من فومها وعدسها، قال لهم اهبطوا مصر فان لكم ما سألتم. انا بدرس في امريكا، احد الاخوة العرب بيقول لي ده مصر دي مش بتاعتكم، ده ايه من الامصار. قلت له طب بلاش دي، خد الآية الثانية، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم. كان عندكم في السعودية ولا في الإمارات ولا في عمان؟ كان في مصر سيدنا يوسف.
ولما قال له اجعلني على خزائن الارض، قال له روح امسك اغنى دوله، امريكا ولا انجلترا ولا فرنسا ولا اوروبا، مصر خزائن الارض، خزائن الارض مصر. احنا معانا صور يا سياده اللواء، عايزين حضرتك يعني الصوره دي احنا عايزين الصوره دي. اما سياده المشير كان وزير، لا عايزين الصوره تانية كنترول. تمام. الصوره دي اما انا جيت مسكت، كنت قائد معهد ضباط صف المعلمين. خليها شويه لو سمحت. كنت انا قائد معهد ضباط صف المعلمين. ايوه خليها شويه. ريت تقرب الصوره بعد اذنكم. انا اللي لابس ملكي. تمام. الوحيد اللي لابس ملكي. حضرتك اللي لابس ملكي. الوحيد اللي لابس ملكي. اما جيت المشير طنطاوي، اما جيت امسك المعهد، ده سياده الرئيس عبد الفتاح، ده هو وزير الدفاع، وكان وزير الفريق، او وزير صبحي كان رئيس الاركان. رئيس الاركان. فبيقول لي ايه الوزير المشير طنطاوي، بيقول لي يا فؤاد يا فيود، قلت له يا فندم، قال انا عايز صف ظابط زي اللي حاربنا بيهم في 73، وعايز صف ظابط زي اللي علمونا في الكليه الحربيه، هتقدر؟ قلت له حاضر يا فندم. قال لي وانت مطالبك اللي انت هتطلبها انا هصدق لك عليها. فانا لما روحت المعهد فطورت المعهد، دخلت الانجليزي، فبقول لي انت عايز الانجليزي للصف الظباط ليه؟ قلت له طب ما بيطلع شاويش قائد فصيله حفظ السلام وحرس سفارات في المانيا وفرنسا، يبقى عارف له يتكلم لغيه، راح مصدق. صح. وبعدين كان في المكن بقى الاله الكاتبه، المكن، قلت له انا عايز كمبيوتر. قلت له لا، ما اللي دي مشيت الكمبيوتر بقى دلوقتي، اللي القائد بيقعد سنتين وبيمشي الصف ظابط، بيقعد في الوحده 15 سنه على حته سيده، هي القائد الجديد يعرف الدنيا ماشيه ازاي، راح مصدق. طيب الحاجه الثالثه اللي طلبتها بقى، وكان معايا سيد وهيبي كان قائد لواء الطلبه، كان ضابط صعقه تلميذ سياده اللواء محيي نوح، فقلت طلبت من سياده المشير ان هم ياخدوا فرقه الصعقه، خدوا فرقه الصعقه. هتشوفوهم في الايام اللي جايه دي، مش عايز اقول امتى، هتشوفوهم حيتان. ده لسه حاجه جديده. حيتان. حضرتك بتقول حاجه جديده. اللي بينط من النار، واللي بينط مش عارف ايه، حاجه اكسكلوزيف. يعني بيلعب بيلعب بتاع ده عقله على العربيه وهي ماشيه بينط، يعني هتشوفوا حاجه رهيبه. فالمشير السيسي اما مسك وزير، فقال لي انا هخلي المعهد ده احسن من كليات العسكريه، هطوره، هضيف على التطوير بتاعه. فعمل فصول تعليميه بقى، فصل المركبات، موتور ومكنه والبعده وطولمبه الميه وفصل الحرب الكيميائيه، فصل الحرب طور. فيوم الافتتاح في التطوير جابني. فكنت انا الوحيد اللي لابس ملكي في الصوره، بيقول لي شوف احنا تانية. اللي احنا اضفناه ايه. في صوره ثانيه عايزين نعرضها. دي اخر صوره دي جمع. صوره دي بقى دي صوره وعوزة. اركان حضرتك. اركان حرب. الصوره الثانيه لو سمحت. يا ريت نشوف بقيه الصور. طيب الصور في البر. لا دي صوره حضرتك. دي صوره دي وانا ملازم ثبت اول. ثبت الصوره. لا حضرتك ملازم اول. اول صوره لو سمحت. كنترول اول صوره. دي لسه. طيب ماشي. الصوره دي حضرتك. الصوره دي ارجع تاني. عايزين الصور تاني لو سمحت. مستعجلينكم بس نثبت الصور عشان بس نعلق عليها بسرعه. عبال ما هيعلقوا. انا عندي دلوقتي حضرتك. كنت اديتني دي قبل الهوا. دي جريده حضرتك مكتوب فيها اوقفنا تقدم شارون عند كل اسماعيليه وقواته بالاسماعيليه. اوقفنا تقدم اللي هو فؤاد فيود كاتب هنا ان احنا اوقفنا تقدم شارون وقواته بالاسماعيليه. القائد هو احد قاده حرب اكتوبر المجيده، قام معركه نفيشة الشرسة وقاتل العدو بجسارة، وهو ملازم أول. كنت قائد مجموعات اكتناز الدبابات. كنت حضرتك ملازم أول. كقائد فصيلة بسلاح المشاة. أنا عايزة الخبر هو موجود على الهواء. ممكن حضرتك تعلق لنا عليه. أيوة. الحقيقة القائد بتاعنا سيادة اللواء محيي نوح كانوا في أبو عطوة. كان أبو عطوة بقى إيريك شارون لما حاول دخل من عند سرابيو من ديفرسوار، عايز يخش الاسماعيليه من على كوبري تلعه الجلاء، اللي لو عدى من على الكوبري ده دخل في وسط الاسماعيليه. فقابله ابراهيم الرفاعي بالرجاله بتوع في ابو عطوه، وكان صادق عبد الواحد كان نقيب، كان في المجموعه دي. دارت معركه، دمروا 9 دبابات، 6 فيهم الرمق والروح، وتلاتة لغايه النهارده بقول لشباب مصر من اقصى الصعيد لاقصى بلاد الشمال، التلات دبابات لسه موجودين النهارده قدام مدرسه الشهيد ابراهيم الرفاعي. لحد دلوقتي موجودين. لغايه دلوقتي موجودين، لان البرج جنب الجنزير. خلاص متفرتكين. متدمرين بس موجودين. موجودين.
بقول لهم روحوا شوفوها شوفوا المعركه دي ايه اللي حصل فيها. الست دبابات التانيين كان واحده على شريط السكه الحديد وفيهم الرمى اللي هم تلاقيهم في ارض المعارض واللي تلاقيهم مش عارف في المتا كده يعني. دي معركه نفيشه. طب اما هو فشل بقى عايز يجي من ورا فراح على ترعه المنايف. ترعه المنايف دي جنوب الاسماعيليه. لو لف من عليها وطلع فيه مسجد كده على الترعه دي على الطريق اللي جاي من القاهره البورسعيد يطلع على الكوبري ده علو ويطلع على الاسماعيليه من ورا ويطلع على كوبري عز الدين ويطلع على بورسعيد. يعني لو دخل من على الترعه دي ونجح ان هو يخش من عليها هيطول الاسماعيليه من ورا. ما هو فشل يخشها من النص هيخشها من ورا. كنت انا اللي مستنيه هنا بقى. كان معايا صواريخ اللي هي المضاده للدبابات ومعايا الاربجيهات ومعايا مدفع المكنه والكلام ده. فبداوا الاشتباك والحقيقه جبنا منها حاجات كثيره جدا. المركبه الصاروخ لما انضرب عليها الام 113 السواق وقف حس ان فيه مقاومه فوقف. فالصاروخ ما جاش في نص الام 113. لو كان جه في النص كان فرتكها. لكن لما وقف الصاروخ جه في المقدمه بتاع الموتور فعمل انفجار رهيب والدباب المركبه وقفت. هم نطوا منها بس اللي كان على النص بوصه انضرب في كتفه فما عرفوش ياخدوه ففضل في المركبه. بس لقوا هنا بقى قوه مقاومه قاموا ساحبين نفسهم وراجعين تاني رايحين ناحيه ايه؟ ناحيه السويس. ضربت لهم المجزره بقى. الطيران بقى في اليوم ده جه يدور على العربيه واللي اشتبكوا دول. الطيران بتاعهم هم ده الامريكي الطيار الامريكي. فصوروا عربيه الذخيره اللي كانوا بيناولوني منها ذخيره. اللي كان بيناولني الذخيره كان ملازم احمد عبد الهادي. احمد عبد الهادي ده مسك بعد كده رئيس هيئه البحوث ومدير سلاح المشاه وقائد المنطقه الغربيه. كانوا ثلاث اخوات عبد الهادي محمد عبد الهادي واحمد عبد الهادي واخوهم في الدفاع الجوي. الاثنين دول مشاور الدفاع الجوي. يعني ام من مصريه ليها ثلاث ولادها زي اللي هو محيي نوح بقى برضه تمام. كان بيناولني ذخيره وانا اتصبت بقى في نفيشه. بس افتكرت ان الاصابه اللي في جنبي من السنكي لما وقعت على جنبي من السنكي. لكن اتضح بالليل والمهم ان انا اتعالجت منها بسرعه ورجعت بالليل. في بقى تحت العربية الذخيرة دي كانت تحت شجرة. أنا ليه بقول المثال ده؟ لأن بقول الشجرة موجودة لغاية النهاردة بس علشان اتحرقت الشواشي بتاعتها وهي قطرها 4 متر مش عارفين يشيلوها من الأرض فقطعوها بمنشار كهربي. فبقى الجدر لوحده موجود. أما أنت رايح تخش الإسماعيلية من عند قرية نفيشة الكوبري العلو بتاع نفيشه ده الشجره دي موجوده. الله ايه الجدر ده بتاع ايه؟ في ما يعرفوش قصته. احنا لينا مقابله مع حضرتك تاني. توعدنا على الهواء ان حضرتك ليك مقابله معانا تاني. لا تحت امركم تحت امركم انجازات حضرتك. وبرده احنا في درع احنا بنسلمه لحضرتك وفي مقابله تاني هنتكلم في كل لا تحت امركم دي. تحت امركم النهارده برده القوات المسلحه بتكمل المسيره بقى في التعمير بقى اللي بيحصل في الاسماعيليه وفي حضراتكم برده. نشكر حضرتك يعني جدا على الهواء. الله يخليك ويبارك وان شاء الله لينا لقاءات ثانيه. لا تحت امرك ان شاء الله. الله يخليك الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك وجود ابطال. شكرا جزيلا. الله يخليك. نتمنى يا رب نكون يعني افدناكم بشويه طاقه ايجابيه من الابطال اللي معانا. نورتنا اساطير. الله يخليك. الله يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم.